قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به. الآن أنتم تعلمون أننا نحن عندما يقرأ القارئ الموطأ ويقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا نسميه في مصطلح الحديث نسميه السند. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى المتن. فالحديث مركب من جزئين: السند وهو سلسلة الرجال، والمتن وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤديه هؤلاء الرجال. طيب، ليكون الحديث صحيحا لابد أن تتوفر فيه شروط خمسة: أن يكون هذا السند متصلا حيث لا يكون انقطاع بين راوي وآخر. يقول مالك أقول مثلا أنا حدثني فلان وذاك فلان مات قبل أن أولد بمئة سنة، هذا سند منقطع لأنه غير متصل، لأنه أنا لست متصلا بمن أروي عنه. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة، هؤلاء فلان عن فلان عن فلان ينبغي أن يكونوا عدولا أجمعون. الشرط الثالث ضبطهم، الضبط يعني الحفظ، قد يكون عدلا ولكنه لا يحفظ، سيء الحفظ. طيب، هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع، هذه الشروط الثلاثة راجعة إلى السند، والشرط الرابع والخامس هما شرطان يرجعان إلى المتن، وهما عدم شذوذ المتن وعدم العلة فيه. الذي يعنينا الآن هي الشروط الراجعة إلى السند. نحن قلنا هذا الذي ذكرت لكم وما يقول العراقي وأهل هذا الشان: قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول أي صحيح، فالأول متصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي. الآن عندما نقول يجب أن يكون الراوي عدلا وأن يكون ضابطا، يفترض لأعرف عدالته وأعرف ضبطه، يفترض أن أعرفه أولا من هو ولا لا؟ هل يمكنني أن أعرف ما عدالة هذا وما ضبطه وأنا أجهل من هو؟ يمكن. طيب، الآن هذه قضية فهمناها. عندنا في مصطلح الحديث شيء يسمى المهمل. مثلا أقول أنا حدثني بكر. من بكر؟ لا أنسبه. بكر بن زيد، بكر بن محمد، بكر بن خالد. أنا حد عندي شيوخ كثير اسمهم بكر. مثلا البخاري يقول حدثني محمد. شيوخ البخاري من المحمدين كثير، عنده شيخ اسمه محمد بن بشار معروف ببندار، عنده شيخ اسمه محمد بن جعفر معروف بغندر، عنده شيخ اسمه محمد بن يحيى الذهلي، عنده شيخ اسمه محمد بن سلام. مشايخ البخاري الذين أسماؤهم محمد كثيرون. فعندما يقول البخاري حدثنا محمد، من محمد؟ لا ندري. فهذا يسمونه المهمل. المحدثون يسمون هذا المبحث يسمونه المهمل، عندما يقول الشيخ حدثنا سعيد ولا ينسبه. مفهوم؟ طيب، طبعا المهمل إذا لم نعرف من سعيد هذا كيف نعرف عدالته وضبطه؟ يمكن أن نعرفه؟ فإذا نحكم على الحديث بالضعف. طبعا البخاري لا يمكن أن نحكم على أحاديثه بالضعف لأننا نعرفه، وإن قال هو حدثنا محمد قد عرفنا من محمد. مفهوم؟ طيب، هذا اسمه المهمل. عندنا شيء يسمى المبهم، هو عندما يقول الشيخ يقول حدثنا رجلون، أبهم هذا الرجل، مبهم، معمى، من هذا الرجل الذي حدثك؟ لا ندري. طبعا أنتم نحن فهمتم أنه ليكون الحديث صحيحا لابد أن نعرف الراوي لنعرف عدله وضبطه. مفهوم؟ طيب، إذا جهلنا نعرفه هل لا؟ وإذا جهلنا الراوي فنحن نطرح السند، نقول هذا حديث ليس بصحيح لأن فيه هذا الإنسان المجهول. طيب، المبهم من قبيل المجهول، فالحديث يكون به السند ضعيفا. لكن أحيانا يقع شيء عجيب،
عندما يقول الشيخ حدثني الثقة، هذا مبهم أم ليس بمبهم؟ ها مبهم، لأنه ما نعرف من هذا الثقة، لكن هذا الشيخ عدل هذا المبهم، حكم بعدالته لما قال حدثني الثقة. فها هنا لا، هذا يكثر منه الإمام مالك رحمه الله، يكثر منه الشافعي، حدثني من لا أتهم. ها هنا في هذا السند حدثني غير واحد ممن أثق به، هل خرج هذا من الإبهام؟ لا، ما زال مبهما، لكن عدله مالك، حكم بعدالته لأنه قال حدثني الثقة. الآن ماذا نصنع؟ هل نغلب جانب الإبهام فنحكم على هذا السند بالضعف، أم نغلب جانب التعديل فنحكم على هذا السند بالصحة؟ ماذا نفعل؟ هذا محل خلاف، اختلف المحدثون في هذه القضية. هذا المبحث يسمونه تعديل المبهم، يعدل المبهم، خلاف بين المحدثين. قالت طائفة من المحدثين هذا التعديل لا يكفي لنحكم على الحديث بالصحة، لا يكفي، والسند ضعيف، لأنه إن عدله لكنه لا يزال مبهما، لم يخرج من الإبهام، لم يتضح لنا من هذا، فهمتوا؟ فيقولون هذا لا يقبل، هذا التعديل تعديل مبهم. وهذا يقوله الخطيب البغدادي وأبو بكر الصيرفي وأبو نصر بن الصباغ والماوردي والروياني وابن الصلاح والنووي والحافظ العراقي وغيرهم. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا التعديل يكفي وأنه يقبل وأن السند يكون حينئذ صحيحا، وهذا معزول لأبي حنيفة رحمهم الله جميعا. والصواب هو القول الأول. لماذا؟ لأن الآن عندما يقول الشيخ الإمام يقول حدثني الثقة، هذا نحن لا نتهم هذا الإمام، لا نتهم الإمام مالكا في أنه يقول ثقة لمن ليس بثقة عنده، هذا لا يمكن أن يفعله لا مالك ولا من هو أصغر من مالك. لكن ألا يمكن أن يكون غير الإمام مالك يعرف من هذا الإنسان ما لا يعرفه الإمام مالك؟ ممكن. الآن أنا أعرف هذا الإنسان، أعرفه وأراه في المسجد وأراه في الكتاب وأراه في المدرسة، والسلام عليكم وعليكم السلام، ورجل مبتسم ويضحك ومؤدب، أيوة. إذا سألتني عنه أقول حدثني الثقة، لأني ما رأيت فيه شيئا يقتضي جرحه وإسقاطه، لكن هذا صاحبه يعرفه أكثر مما أعرفه. هذا لما أقول أنا حدثني الثقة، لو ذكرت اسمه لعرف غيري منه ما لم أعرفه أنا ويكون ضعيفا. فلذلك هؤلاء يقولون إن تعديل مبهم لا يكفي. لماذا؟ لأنه لا يلزم من أن يكون من كونه ثقة عندي أن يكون ثقة عند غيري، لأن غيري ربما علم من شأنه ما لم أعلمه أنا، مما يقتضي جرحه ومما يقتضي إخراجه عن العدالة إلى الفسق، وإخراجه من الضبط إلى الوهم، مفهوم؟ وهذا قول الصواب. لكن هناك قول ثالث نقله ابن الصلاح عن بعض المحققين، هو لم يقل من، لكن الشيخ الحافظ السخاوي رحمه الله قال لعل هذا القائل هو الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. هذا القول يفصل، يقول إذا كان هذا الذي يعدل على الإبهام إماما مقلدا له أتباع يقلدونه، فإن تعديله ينبغي أن يعمل به كل من يقلد مذهبه. مثلا إذا قال الإمام مالك حدثني الثقة، فينبغي على كل المالكية أن يقبلوا هذا التعديل وأن يحكموا لهذا الإسناد بالصحة وأن يعملوا بمقتضاه، ولا يلزم ذلك غيره.
إذا قال الشافعي رحمه الله حدثني من لا أتهم، فيجب على الشافعية كلهم أن يقبلوا هذا الحديث الذي عدله إمامهم. لماذا يفرقون بين أتباع الإمام المتبع وغيرهم؟ يقولون لأن المالكية مثلا هم يقلدون الإمام مالك في الحكم. المالك مثلا يقول في مسألة كذا هذا حرام أو هذا مكروه أو هذا مستحب وهذا مباح، والمالكية يقلدونه في ذلك. إذا قال كذا مباح فإنهم يقلدونه. كيف وصل الإمام مالك إلى الحكم بأن هذا مباح؟ بهذا الدليل الذي فيه هذا التعديل المبان. فإذا كانوا يقبلونه في النتيجة فلأن يقبلوا قوله في السبيل الموصلة إلى النتيجة. مثلا يقول الإمام مالك رحمه الله مثلا إن الرعاة لا ينقض الوضوء، المالكية إذن من رعف منهم فإنه لا يرى أن وضوءه انتقض، مفهوم؟ مالك كيف من أين خلص إلى أن الرعاف لا ينقض الوضوء؟ من الدليل الفلاني. إذا كنت تقبل أنت الحكم الذي استفيد من هذا الدليل فتعترض على الدليل، يمكن؟ ما يمكن. كيف تعترض على الدليل وتقبل الحكم الذي أداه الدليل؟ فهذا الذي يقول يلزم من اتبع هذا الإمام أن يقبلوا تعديله ولا يلزم غيرهم. وهذا الذي هذا له وجه أيضا هذا القول. وهذا كل ما ذكرت لكم هو ما عقده العراقي رحمه الله بقوله. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، هذا قوله، ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، وقيل يكفي، هذا قول الحنفية. ما هو هذا التعديل المبهم؟ نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده. وعلى كل حال، فما أداه هذا السند الذي فيه هذا التعديل المبهم؟ فقد أجمع عليه أهل التواريخ والسير لا خلاف بينهم أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق ونقلا إلى المدينة فدفنا فيها. نعم.